ايضا طبعا مستمرين معكم في فقرتنا الميدانيه. مثل ما تعرفون دائما ان الكويت تهتم منذ القدم بالقراءه والكتب والتعليم والثقافه بشكل عام، دائما هناك في فعاليات ثقافيه ونعرفت يمكن في الكويت مؤخرا. بالتاكيد مها، والدليل على هذا معرض الكويت الدولي للكتاب اللي تنطلق من اليوم النسخه 45 بمشاركه 29 دوله عربيه وايضا اجنبيه. طبعا المعرض من الاماكن المحببه للجمهور في الكويت ونذكرها من واحنا صغار، يمكن يشهد اقبال كبير وتفاعل في كل ارجائه، وفرصه ايضا للعائلات لقضاء وقت مميز بين الكتب. نعم، المعرض هذا العام ياتي بحله جديده بعد توقف دام عامين بسبب جائحه كورونا، واكيد راح يكون لنا اكثر من زياره للمعرض هذا العام ان شاء الله. رح ننطلق معكم ونتكلم أكثر حول هذا الموضوع. ينضم إلينا مراسل تلفزيون دولة الكويت المتواجد حاليا في أرض المعارض الدولية في معرض الكتاب، زميلنا يوسف صفر. يوسف صباحك الله بالخير. طبعا نشوف عودة معرض الكتاب الدولي طبعا بحلة جديدة بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا، أوصف لنا الأجواء لديكم هناك يوسف. نعم، كل الشكر لك زميلتي مها، ممسي عليك، عفوا اصبح عليك في الخير في مثل ما تفضلتي من خلال تواجدنا في ارض المعارض الكويتيه. اليوم راح تنطلق يعني خلينا نقول هديه او جائزه كبيره لعشاق الثقافه والقراءه. توقف دام اكثر من سنتين لهذا المعرض بسبب جائحة كورونا، الله لا يعودها إن شاء الله لا على ديارتنا الحبيبة الكويت ولا على العالم. معرض الكويت الدولي بحلة جديدة في دورته 45 ينطلق اليوم على أرض دولة الكويت، وبالتحديد في أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف. هذا المعرض يضم بين طياته أكثر من 450 دار للنشر سواء كويتية أو خليجية أو عربية، وأيضا مشاركة أجنبية من دول عدة في هذا المعرض. مشاهدينا، هذا المعرض الذي تم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء، وسوف تنطلق فعاليات هذا المعرض خلال الدقائق المقبلة في قص الشريط لاستقبال رواد هذا المعرض. مشاهدينا، من خلال تواجدنا في أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف أيضا يسعدنا أن نتكلم حول هذا الموضوع، معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته 45. نسعدنا أن نستضيف معنا خليفة الرباح نائب مدير معرض الكويت للكتاب. نصبح عليك بالخير، الله يعطيكم العافية أخوي خليفة. اليوم بعد انقطاع دام أكثر من سنتين يرى النور معرض الكويت الدولي للكتاب. صحيح، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا اليوم راح يكون افتتاح المعرض، معرض الكويت الدولي للكتاب، مثل ما تفضلت في توقف صار له عامين طبعا لظروف اللي هي الظروف الصحية في العالم واللي هي جائحة كورونا. وطبعا احنا سعيدين في هذا العام اللي هي لعودة النشاط الثقافي وعودة نشاط القراء وفتح مجال للأدباء والمشاركين من دور النشر من جميع دول العربية والعالمية مشاركتها في هذا المعرض، وإن شاء الله نتمنى تكون مشاركة ناجحة للجميع، وإن شاء الله مدعومين في بجميع ما نقدر عليه احنا نقدمه للإخوان. أستاذ خليفة، أخذت معلومة منك قبل الهواء وقلت لي إياها، ما ميز هذا المعرض والدعم اللي قدمتوه لدور النشر المشاركة الكويتية الخليجية العربية وجميع دور النشر، شنو هو؟ والله شوف، صحيح هذه السنة بعد سنتين طبعا من الانقطاع، تدري دولة الكويت ترعى الثقافة والحكومة تكون دائما متعاونة مع دور النشر والثقافة، وطبعا ممثلة بوزير الإعلام الأستاذ عبد الرحمن مداح المطيري تبنى مسألة إعفاء شامل لجميع المشاركين في المعرض، من كان دور نشر أهلية حكومية، إعفاء كامل من رسوم الاشتراك، وهذا يعتبر مساهمة من الدولة ودعم لهم لإنجاح نشاطهم. وكذلك عندنا في هالسنة بعد في يعني شيء جديد احنا حصل في هذا العام اللي هو معرض 45 في ضيف الشرف جمهورية إيطاليا، طبعا هو تفعيل دور الاتفاقيات الثقافية بين الكويت والدول الصديقة، ومن ضمنها جمهورية إيطاليا الصديقة، وراح تكون طبعا مشاركتهم مشاركة كاملة في جناح للجمهورية إيطاليا، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة راح يشاركون فيها إن شاء الله في المعرض.
اليوم تاريخ 16، المعرض هذا كم يوم ومتى راح يكون آخر يوم لهذا المعرض؟ المعرض طبعا اليوم بتاريخ 16 يكون حفل الافتتاح، وإن شاء الله راح يستمر لغاية 26 نوفمبر بشكل مستمر، يعني إن شاء الله كل يوم. ونهاية المعرض طبعا راح يكون يوم 26 نوفمبر يوم سبت راح يصادف. نبين مرة ثانية أستاذ خليفة للسادة المشاهدين متى التواريخ وأوقات العمل، متى راح تكون؟ أكيد أنتوا راح تسوون أنتوا أشياء لطلبة المدارس بالنسبة لصغار السن أو كبار السن لزيارة هذا المعرض. نعطي بس للسادة المشاهدين الأوقات والتواريخ مرة ثانية. الأوقات نفس ما التواريخ عفوا نفس ما قلنا راح يكون يبلش من تاريخ اليوم اللي هو 16 نوفمبر إلى غاية 26 نوفمبر. راح تكون أوقات الزيارة بشكل مستمر يوميا من الساعة 9 صباحا لغاية 1 ظهرا، ومن الساعة 4:30 مساء إلى غاية 10 مساء يوميا ما عدا يوم الجمعة. يوم الجمعة راح يكون بفترة واحدة فقط مسائية من الساعة 4 إلى الساعة 10. ومثل ما تفضلت احنا في وزارة التربية والتعليم الخاص مسوين زيارات مستمرة للمدارس على مدار أيام الأسبوع، راح تكون في كثافة، والأخوان يعني من الوزارة مهتمين في هذه المسألة، وجميع مدارس الكويت إن كان التعليم العام أو التعليم الخاص في اهتمام. طبعا تعطش بعد سنتين يعني، وإحنا نعلم إن شاء الله وفرحين صراحة بالنش إنه يحضر ويقتني الكتاب ويشوف طبعا اللي هو النشاط هذا الثقافي اللي ترعاه الدولة. أستاذ خليفة الرباح الله يعطيكم العافية وما قصرتوا. إذن مشاهدينا هذه صورة حية ومباشرة من معرض الكويت الدولي للكتاب بنسخته 45 على أرض المعارض الكويت في منطقة مشرف من خلال شاشة تلفزيون دولة الكويت. ندعو المواطنين والمقيمين المهتمين في الثقافة والكتاب إلى زيارة هذا المعرض. عودة لزميلتي مرة أخرى. شكرا لك زميلنا يوسف صفر، كنت معنا من معرض الكتاب، وشكرا لضيفك الكريم.